السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة كورة سبورت، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد وحلقة جديدة. في البداية ما تنساش صلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات، وكمان اطلع دوس لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق النادي الأهلي. ويلا بينا على بركة الرحمن نبدأ أخبار النهاردة، وكالعادة بنبدأها من داخل النادي الأهلي. ولكن في البداية لازم نفخر بابننا الدولي والعالمي محمد صلاح، فخر مصر والعرب جميعا. محمد صلاح بيكتب التاريخ بأقدامه، النهاردة بيسجل هدفين في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، وبيعزز صدارة نادي ليفربول إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا. نتمنى التوفيق والمزيد من التوفيق لابننا المصري محمد صلاح، فخر العالم، أحسن لاعب في العالم في الموسم الحالي. يلا بينا نبدأ أخبار النادي الأهلي. النهاردة عودة لاعبي النادي الأهلي للمران بعد غياب طال لمدة 48 ساعة. في بداية المران عقد بيتسو موسيماني محاضرة كده مع اللاعبة للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة في تاريخ لاعبي النادي الأهلي، ولازم يثبتوا نفسهم للجماهير إن هم يستحقوا إن هم يلبسوا تيشيرت النادي الأهلي. كمان خاض اللاعبة 60 دقيقة ساعة كاملة في الجيم قبل مران النهاردة، وكمان خلال المران قام بيتسو موسيماني بتقسيمة قوية كده للفريق شارك فيها كل اللاعبة بطول الملعب، وكمان انتظم في التدريبات الجماعية العريس محمد مجدي أفشة اليوم عقب غياب طال لمدة 4 أيام بسبب حفل زفافه. كمان الدكتور أحمد أبو عبلة بيعلن ان الفحوصات الطبية والأشعة اللي خضع ليها صلاح محسن أثبتت إصابته ببداية شرخ إجهادي في القدم، وكمان هيغيب لمدة 3 أسابيع وبيعود بعدها للمشاركة في المران الجماعي بشكل طبيعي وعادي جدا. كمان المباريات اللي هيغيب عنها صلاح محسن بداية من مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، المباراة العودة أو مباراة الإياب القادمة، وكمان مباريات الدوري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي، وكمان قمة نادي الزمالك. طبيب الفريق برضو الدكتور أحمد أبو عبلة قال إن حسين الشحات هيشارك في المران كاملا خلال 48 ساعة ليصبح جاهز من الناحية الطبية، وهيكون تحت تصرف الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة بقيادة السير بيتسو موسيماني. النهاردة حسين الشحات اتمرن كده جزء خفيف في المران النهاردة، ولكن بإذن الله خلال 48 ساعة هيكون جاهز وتحت تصرف بيتسو موسيماني. الأهلي بينتظر الرد بطلبه بحضور 15,000 متفرج للقاء الحرس الوطني. لازم الأمن يوافق على حضور الجماهير بأكبر عدد ممكن لمباريات النادي الأهلي ومباريات نادي الزمالك في البطولات الأفريقية، لأن النادي الأهلي ونادي الزمالك حتى نادي بيراميدز ونادي المصري البورسعيدي، الأربع الأندية دول اللي بيلعبوا في البطولات الأفريقية، فهم بيلعبوا باسم مصر وبيمثلوا اسم كبير وبلد كبيرة بحجم مصر، فلازم تفتح المدرجات للجمهور، والجمهور رايحين يشجعوا فريقهم، أكيد مش هيعملوا أي شغب داخل المدرجات، وكل الناس عايزة الجماهير ترجع تاني للمدرجات. كمان عاجل ورسميا بفرمان من داخل الاتحاد الأفريقي غلق ملاعب اثيوبيا وزيمبابوي ورواندا وكوتيفوار لعدم مطابقتها للمواصفات ومعايير الملاعب المحترفة من جانب الكاف، ويعني كده بأمانة قرار صائب جدا من رئيس الاتحاد الافريقي الدكتور باتريس موتسيبي. من زمان كنا محتاجين قرار صارم زي ده، ان هو لازم الملاعب افريقيا تكون على اعلى مستوى. اي نعم في دول كتير في افريقيا فقيرة مش على قد المصاريف، ولكن الفريق اللي ما عندوش ملعب كويس ممكن ان هو يسافر في اي دولة جانبية يلعب مبارياته الأفريقية أو مبارياته القارية في الدول دي. فجي القرار من رئيس الاتحاد الأفريقي وأغلق أو حظر الملاعب اللي هي مش معتمدة من جانب الكاف. كمان بيتسو موسيماني النهاردة حصل حاجة غريبة جدا جدا. بيتسو موسيماني في شخص أو وكيل لاعبين اسمه
حازم الحديدي. حازم الحديدي امبارح اتكلم مع مقدم برنامج ملعب اون في وصرح معاه ان هو المسؤول الاول والاوحد عن السوشيال ميديا الخاصة ببيتسو موسيماني، وتحدث كمان خلالها عن تذمر المدير الفني او غضب المدير الفني بيتسو موسيماني من خروج تسريبات من داخل مجلس ادارة النادي الاهلي حول نية ادارة الاهلي في الاستغناء عن بيتسو موسيماني، وده ما حصلش اطلاقا، ما حصلش اطلاقا. لا في تسريبات خرجت من ادارة النادي الاهلي بالاستغناء عن بيتسو موسيماني، ولا كمان بيتسو موسيماني غضب من تصريحات النادي الاهلي او التسريبات اللي خرجت من النادي الاهلي، ولا كمان حازم الحديدي من الاساس هو وكيل بيتسو موسيماني. فبيتسو موسيماني مستاء جدا من اللي حصل، وطلع اتكلم النهاردة وقال ان حازم الحديدي لا يمثلني باي شيء، وكمان اتكلم مع ادارة النادي الاهلي عشان خاطر ادارة النادي الاهلي تاخد الاجراءات القانونية ضد حازم الحديدي، لان هو كده بيتكلم باسم بيتسو موسيماني مدير الفني لداخل النادي الاهلي. طيب تعالى نتكلم على كابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وبيرشح ثنائي لقيادة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الجانب التحكيمي. الاسماء اللي رشحها كابتن جمال الغندور هما اتنين معروف انتمائهم كويس، اتنين معروف انتمائهم كويس، وهما كمان مش التوب بتاع التحكيم المصري. يعني لو جينا نصنف التحكيم المصري فالاسمين اللي ترشحوا دول مش التوب في التحكيم المصري، هما محمد عادل واحمد الغندور. دول الاسماء اللي ترشحت من جانب جمال الغندور لإدارة مباراة الاهلي والزمالك. طيب ما احنا عندنا حل، احنا عندنا حل اننا نقدر نستدعي حكام اجانب، حكام الصفوة، لان زي ما قبل كده حصل كوارث وفضايح بالجملة ومجاملات من جانب التحكيم المصري لصالح نادي بعينه، وللأسف الكارثة الأكبر ان الكلام ده حصل في تواجد تقنية الفار. تقنية الفار اللي المفروض بتوفر عدالة كبيرة جدا داخل ملعب كرة القدم، ولكن مع التحكيم المصري ما كانش فيه عدالة بتاتا، ما كانش موجود عدالة داخل ملعب كرة القدم في الدوري المصري، وكان دايما ظاهر التحكيم وانحياز التحكيم لنادي بعينه. فدلوقتي جمال غندور بيطالب بالمساندة للتحكيم المصري. حضرتك احنا شفنا موسم كامل تحت قيادة التحكيم المصري اخطاء بالجملة، اخطاء وكوارث فادحة في حق التحكيم المصري، وده كمان اللي ادى ان مفيش ولا حكم مصري راح كاس العالم او انضم ليه التصفيات اللي هتروح كاس العالم في الحكام. طيب تعال نتكلم على خالد الغندور. خالد الغندور النهاردة منزل بوست على السوشيال ميديا وقال شيء رائع، ان يتم الترحيب بنادي الزمالك في اي مكان وفي اي محافظة وفي اي ملعب للأندية الشعبية، وده يدل على حب الناس لنادي الزمالك وشعبيته الكبيرة وعلاقته الرائعة بكل الأندية الشعبية، وشرف ان انا اكون الكابتن التاريخي لنادي الزمالك. طيب مبدئيا كده ده شغل تلقيح من خالد الغندور على النادي الاهلي وقرار نقل مباراة النادي الاهلي والاسماعيلي من اسماعيلية لاستاد برج العرب. اولا انت نادي مش مكروه لان انت مش نادي بطولات، انت دايما الوصيف، دايما انت المركز الثاني خلف النادي الاهلي، فدايما اللي بيكون الاعلى هو اللي مكروه او مش مكروه، الاندية التانية مش عارفة تعمل زيي فكرهني لان انا مسيطر على كل البطولات وده حقي، حق مشروع ليا. لكن طالما انت طلعت تلقح فما تجيش في نص الدوري تقول هي فين العدالة وتكافؤ الفرص بين الاندية لما النادي الاهلي ما يلعبش في اسماعيلية. انت الموسم اللي فات ما لعبتش في اسوان يا كابتن خالد. بالنسبة لمفاوضات نادي الزمالك مع بن شرقي، فهم متفقين تماما على المقابل المادي واللاعب وافق والاموال جاهزة وكل حاجة، ولكن الازمة ان اللاعب
عرض ان هو يعمل شرط جزائي. الشرط الجزائي ده كام يا عم اشرف؟ يا بن قلبي هيكون $1,000,000. $1,000,000 هيدفع شرط جزائي في حالة الرحيل في اي موسم. اي عرض جاله وعاوز يرحل هيدفع $1,000,000 وسلام عليكم. ولكن مسؤولي نادي الزمالك اتكلموا وقالوا ان احنا هنخلي الشرط الجزائي ده $2.5 مليون عشان خاطر يكون كبير شوية ونقدر نستفاد من رحيل اشرف بن شرقي. فدلوقتي اشرف بن شرقي ما ردش على مسؤولي نادي الزمالك ولسه ما حدش عارف ايه اللي هيحصل. اتمنى ان نادي الزمالك يوافق على عرض اشرف بن شرقي ان هو ما يدفع $1,000,000 لان خلاص انت قدامك 6 شهور واشرف بن شرقي هيقدر يمضي لاي نادي اخر بانتقال حر. طيب النهاردة اتسأل مسؤول نادي الزمالك ورده كان فضيحة. كابتن حسين السيد اتسأل على عودة او امكانية عودة فرجاني ساسي لنادي الزمالك وموقف نادي الزمالك هيكون ايه في حين عودة فرجاني ساسي للزمالك. قال له والله احنا هنشوف وهننظر للامر من جانب المصلحة وهنشوف اذا كنا هنستفيد من عودة فرجاني ساسي ولا لا، لكن من جانبنا نحن لسه ما تكلمناش معاه. هل هي دي المبادئ بتاعت نادي الزمالك اللي دايما قرفنا بيها وان احنا نادي الكرامة ونادي الوطنية؟ لعيب سابك واستغنى عنك في الوقت اللي انت كنت محتاجه عشان خاطر الفلوس تيجي ترجعه ازاي؟